سلام بنات، صباح النور، صباح الورد والياسمين. صافا لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. جيسبيغ تليفوني صور لكم شويه حيت نسيت لا كاميرا، تالمو هبلوني وصدعوني ما قلتلوش لبستهم ولا بوسات ما بغيتش تحل لي، حيت لا فيغيتي ما عمرو ما خرجت بوحدي بلا بوسات، باش ما نكذبش عليكم نكون صريحه. انا فين ما كنكون خاص ضروري فؤاد يكون معايا، صراحه ديما كيكون معايا فهمتوا، يعني ما كنخرجش بوحدي هكايا مع لي زونفون. المهم قلت له خلي لا بوسات، وهبلت هبلت باش حليتها باش درتهم فيها، ركبتهم ومشيت للاميري حيت راكم شفتوا في الفيديو اللي قبل مشيت وكانت مبلعه، مشيت وعطوني دوك الوريقات حتى نعمرهم ونشوف. المهم نرد عليكم باللي كاين ان شاء الله يا ربي. شنو بغيت نقول لكم؟ قلت لكم نسيت لا كاميرا باش نصور لكم، مي صراحه عجبهم الحال بزاف، جينا لهاد الجريده بحال هكايا ومدو الناس هنايا ومدو هاد الرجال مساكين كيلعبوا داك كيقول هذاك الشيء نتاع الحديد، ديك القويره نتاع الحديد شفتوا، كلشي كيلعب كاين، نعاود نسليهات بوليداتهم كيلعبوا صراحه عجبهم الحال. وان شاء الله غادي نخلي نحاول انني نديرها يوميا ان شاء الله، نخرجهم شويه حيت عجبهم الحال بزاف بزاف بزاف. المهم سمحوا لي على لا كاليتي نتاع لا فيديو حيت غير بالكاميرا، ياك عفوا ما يمكنش حال عجبهم الحال، شافوا الناس وكيضحكوا هيك ماما يا الحبيبه والله عجبها الحال. ان شاء الله غادي نحاول انا نخليها يوميا ان شاء الله، مره مره نبقى هكا الصباح ولا العشيه نخرجهم واحد شويه يضرب فيهم الهواء ويشوفوا الشمس ويشوفوا الناس. بون نكملوا لا فيديو من الدار، شوف خرجتهم بلا لي كلي بلا دي كلي كوزي، خرجتهم غير هكاك. المهم هذه هي انا صبحت عليكم هنايا، لا نسيت عليكم هنا حيت راه ديجا دابا الربعه، نورمالمون الفيديو غادي يتحط اون غوطار مي سي با غراف. حوسوا حتى هما شويه ويدوروا شويه ويشوفوا الناس ويشوفوا الشمس ويشوفوا الربيع ويشوفوا كل شيء. بون نخليكم هنايا ونتلاقاو في الدار من ندخلوا ان شاء الله للدار صافي. اهلا وسهلا، انا تلاقيت معكم دابا من بعد ما خرجت الوليدات راكم شفتوا. مي بون هذا واحد اخر، هذا نهار واحد اخر صراحه، ماشي داك النهار نفسه. المهم داك النهار كنت خرجت الوليدات للجرده صراحه عجبهم الحال بزاف بزاف، ما نكذبش عليكم مره مره خرجوا الوليدات، كنت غير نخرجهم هذا النهار واخا بارد شويه الجو هذا النهار صراحه، الجو نتاع الشتاء وداكشي، ولكن فؤاد نسى لي لابوسات في اللوطو. مي قلت صراحه كنت خديت واحد الوعد انني كل نهار نخرجهم على الاقل واحد 15 دقيقه 20 دقيقه نتمشاو في الفيلاج يشوفوا الضو يشوفوا الناس، يعني حتى ملي كانوا يشوفوا الناس ويضحكوا معاهم الناس داكشي كانوا كيفرحوا كيعجبهم الحال صراحه. ايوا المهم غادي نخليها عاده ان شاء الله يا ربي غير يعاود نحل هذا النهار صراحه، كنت باغي نخرجهم واخا هكاك مي الجو بارد فريمون بارد، ولا بوسات نسيت ما قلتش لفؤادي حطها لي باش هكا تبقى عندي في الدار، باش هكا مره مره نخرجها. دابا كياخذوها في اللوطو حيت اغلبيه كنخرجوا مجموعين، يعني ما كنخرجش بوحدي. بغيت نوريكم دوك الكواغط اللي عطاوني لاميغي، هما هادو. المهم بزاف اللي غادي يكونوا عندهم نفس التساؤلات وداك الشيء حيت كانوا يقولوا لي حيت شاركي معنا شاركي معنا وسمو قالوا لك البنات سورتو في الانستغرام وداك الشيء. المهم اللي دخل لهنا اليوتيوب غادي يعرف كما قالوا لي البنات انها هاد دوموند دو ناتيستاسيون داكوي هادي كدار في لاميغي، ولا ميغي قالت لي غادي تعمري هاد الكواغط ياكو ونجمع هاد الدوسي اللي حاطين هنا حيت انا خديت زوج، نجمع هاد الورق اللي كاينين هنايا ونمشي نردهم لهم ومشي نعطيهم لهم، ومن بعد غادي يجاوبوني على 10 ايام قالت لي، والا كانت زعما الموافقه على الفيزا غادي نمشي نعطي لهم التمبر نتاع 30 يورو نتاع 300 درهم. فوالا هادشي اللي زعما ساهل، يعني هادشي قالت لي. مهم بوغ البنات الجداد اللي او عمرو ما جابوا والديهم ولا بغاو يجيبوا شي واحد ولا هكا، لاتيستاسيون داكوي كدير في لاميغي، يعني انا راه فاسون غير في مور الدار غير هنايا. المهم مشيت عندهم وصراحه عطاوني تصدمت، صحابتي غادي يقولوا لا بريفيكتور ولا سيري هكا ولا سيري هكا. مي برافو عليكم البنات والله الا برافو عليكم، وبزاف من حطيت النمره ديالي البارح على حساب الخدمه اللي صيفطوا لي ميساج وقالوا لي حياه دابا لقينا الفرصه اننا غادي نشرحوا لك كل شيء، وبداو كيشرحوا لي مساكين في لي ميساج، كنقول لهم شكرا لكم الله يخطيكم بارك الله فيكم. ومننا كنقول لكم البنات اللي بغات تخدم معايا انا غنخليكم النمره نتاع حياه واحد الكوتش نتاعي اللي هي كتعلمني كل شيء، انا غنخلي لكم النمره ديالها في صندوق الوصف وتواصلوا معها، ولكن غادي تخدموا معايا انايا غير انايا صراحه تشارجت عليا الخدمه بزاف راكم عارفين من الوليدات الدار اليوتيوب ماشي سهله لي بارتناريا منا وهكا داكشي، كاينه القطش ديالي هي اللي غادي تكلف وغادي تجاوبكم وتتفاصون غادي تكونوا معايا وتتفاصون بعد غادي نكونوا في واحد الجروب مجموعين كاملين ان شاء الله يا ربي. المهم اللي بغات تخدم من دارها في شركه نتاع كوزميتيك كما شرحت لكم في الفيديو اللي قبل غادي تدخلوا في النمره اللي غادي نخلي لكم نتاع حياه. ولكن البنات بغيت نقول لكم عافاكم واحد الحاجه، البنات اللي كانوا خدموا اللي كانوا تواصلوا مع البنات اللي كنت حطيتهم هذه واحد جوج سيمانات كنت حطيت بيبليسيتي لشي بنات يعني اللي كيخدموا نفس الخدمه باش هكا يكونوا الارزاق متقاسمين. البنات اللي كانوا داخلوا مع ديك المراه اللي كانوا بغاو يدخلوا مع ديك المراه يبقاو مع ديك المراه، ماشي زعما تشوفوني انا داخله وتجيو عندي، داكشي بالارزاق بيد الله، وهذوك هما اللي كانوا رزقهم هو الاول اللي كانوا شرحوا لكم وفهموكم الخدمه وداكشي.
روحوا عندهم وخدموا معاهم عفاكم. والبنات الجدادات اللي ما عمرو ما خدموا، مرحبا بكم معايا في الفريق ديالي. البنات اللي كانوا مع افنان وهبه يبقوا مع افنان وهبه عفاكم، باش هكايا حتى واحد ما يبقى فيه الحل. سينو قلت لكم مرحبا بكم في الخدمه معايا، نخليكم النمره تاع حياه تواصلوا معها، سميتها حياه بحالي. تواصلوا معها، هي غادي تشرح لكم كل شيء حيت هي فاهمه كل شيء، حيت انا صراحه يلاه باديه وما فاهمش بزاف، وصراحه مع الوليدات وداك الشيء ما يعني ما عنديش لي زانفورماسيون معلومات بزاف. هي غادي تجاوبكم تبارك الله عليها، عارفه كل شيء وغادي تجاوبكم كل شيء، وكل شيء غادي زعما داك التساؤلات كامل اللي كاين عندكم في الدماغ تقدروا تطرحوها وغادي تجاوبكم ان شاء الله. غنخليكم النمره ديالها في صندوق الوصف، وكذلك الا بغيتوا تستفسروا على الخدمه على اي حاجه غتلقاو النمره ديالها. مهم البنات اللي بغات دير الفيزا راه في لاميغي، تقدروا تمشيو لاميغي ودفعوا وشوفوا الفيزا ديالكم. كنت قلت لها كذلك على لاكريش، قلت لها نشرح واحد النقطه على لاكريش، بنتي راه كاتبك نشرح لكم واحد النقطه على لاكريش. انا دابا لاكريش دابا ولادي راه عندهم تبارك الله قريب 9 شهور ياكو، وقلتوا لي نتوما حياه على الاقل بعدا حتى يديروا عام ونص ولا عامين، انا راه دابا عندهم 10 شهور، قالت لي حتى السبتمبر سي غومبلي، يعني على الاقل انا يا وصلني الوقت غادي يوصلني حتى النوال ولا حتى بحال درك، يعني باقي عام، يعني غادي يكون عندهم تقريبا عامين، فهمتوا؟ يعني تقريبا عامين، يعني الا دفعتوا الدوسي من درك راه ما غاديش يشدوهم درك درك، غادي يشدوهم من بعد عام. هذاك الشيء خاص تدفعي الدوسي باش هكا من بعد عام يكون تلقاي بلاصتك. والبنات اللي حاملات بغاو لاكريش خصهم يدفعوا ملي كيكونوا حاملات، هذا الشيء اللي قالت لي ديك المره، قالت لي كان عليك انك ملي كنتي انسنت كان خاصك تدفعي الدوسي. شنو بغيت نقول لكم؟ سينو قلت لها طلبت لها لينونو، طلبت لها لينونو اللي كاينين هنا في الفيلاج نتاعنا، وعطاتني كاع هادو هاد السميات، كطحيري وكطع لا لا نونو. انا علاش باغي لاكريش؟ انا عارفه بلي بزاف اللي قالوا لي حياه توقعي ان غادي يجيو لك بزاف نتاع الامراض من لاكريش، مره يكون فيه رواح، مره يكون فيه سخانه، مره يكون فيه بوشويكه، مره يكون فيه بحمرون، مره يكون فيه سيفغي. عندكم الصحه كنعرف وحده شخصيا داكشي دخلت ولدها لاكريش وداكشي وما كان فيه حتى شي حاجه غير اللي دخل لاكريش شد لها بوشويكه. شنو بغيت نقول لكم؟ انا باغيه سورتو لاكريش باش يشوفوا ولاد اخرين، بغيتهم يتولفوا، يعني ما بغيتهمش يتولفوا يكونوا بوحدهم ويكونوا غير انا فهمتوا؟ حيت دابا مولفين بزاف وما حدهم راهم يزيدوا تبارك الله يكبروا، ما حدهم كيبغيوني بزاف، يعني كيمتعلقين بيا بزاف، يعني الا بغاو ينعسوا خصهم ينعسوا معايا، الا بغاو يديروا شي حاجه خاصني نكون قدامهم وخاصني نكون جالسه، يعني ما ندير حتى شي حاجه، فهمتوا؟ انا بغيتهم يتولفوا الغاشي كما نقولوا، يتولفوا الناس البزاواز، حتى الهضره غادي يتعلموها في الساحه حيت غادي يبقاو يهضروا معاهم بزاف، بزاف يقدروا يتمشوا بالزربه حيت غادي فهمتي، يعني ملي كيكون بزاف تاع لي زونفون ماشي بحال ملي كيكونوا غير بجوج بهم ويكونوا مولفين غير بجوج بهم. مي بون الحمد لله. المهم من بعد غادي نشوف ان شاء الله. سينو بوغ لي نونو قلت لها، طلبت منها لي نونو وعطاتني هاد الورقه كامله فيها كاع لي نونو اللي كاينين في تبارك الله شحال، وراه الفيلاج وراه من فيلاج صغير ورا ماشي شي فيلاج كبير، وتبارك الله شحال تاع لي نونو كاين فيه ما شاء الله، انا فريمون بزاف. بون حتى نشوف حتى نشوف، ومن بعد غادي نشوف في شي جروب نتاع الفيلاج ونشوف واش غادي يقولوا لي واش هادي ولا هادي ولا هادي. سينو بغيت نهضر معكم على واحد لو بوين اللي شفناه انا فؤاد، انا فؤاد تصدمنا تصدمنا تصدمنا، والله ما نكذبش عليكم تصدمنا البارح. حل الكونت نتاعو نتاع الضو، وشاف باللي في هاد الدار، تخيلوا معايا غير تخيلوا، وبزاف اللي قالوها لي في لي كومونتير كانوا يقولوا لي حياه ردي البال للشوفاج، ردي البال للشوفاج حيت راه الشوفاج نتاع دار بريفي ماشي هو شوفاج نتاع دار الدوله، باش نكونوا متفاهمين. الشوفاج نتاع بريفي راه بريفي نتاع الشركه، الشوفاج نتاع الدوله راه ديال الدوله، يعني الضو نتاع يعني نتاع الدوله، يعني كيكون رخيص. تعرفوا شحال كلينا في هذا الشهر ومازال ما كملش؟ قال لي كلينا في هذا الدار اللي كنا ناكلوه في ديك الدار نتاع 8 شهور، تخيلوا معايا تخيلوا. كلينا في هاد الدار الضو اللي كنا كناكلوه في الدار القديمه نتاع 8 شهور، يعني حسبوا يعني في الشهر شوفوا شحال غادي تجي دابا، يعني يمكن الضو على 3 شهور ولا شي حاجه، على الاقل غادي يجينا واحد مليون ونص ولا شي حاجه غير نتاع الضو في 3 شهور. فريمون قاصحه بزاف ما فهمناش. بون كاين البوطه بس غير كنطيب بالبوطه نتاع الضو، الشوفاجات ما كيتطفاوش تبارك الله نتاع الضو، ضواب بزاف تبارك الله هنا وهنا وهنا، ماشي بحال ديك الدار كانت صغيره، مي واخا
مي كنا كناكلو فريمون الضو، كنت كنطيب بزاف بالفران، واخا ما كنقولوش كاع هذا البوطه، مي الفران كان خدام جباد الضو تبارك الله، ما كانش يطفو يعني، كنا عادي عايشين الحياه الحمد لله من غير شوفاج. ما كانش كنظن ان الشوفاجات هما اللي كياكلوا بزاف الشوفاجات، وبزاف اللي قالوا لي على هاد الشوفاج، قالوا لي حياة ردي البال من الشوفاج راه كياكل، وفريمون عندكم الصحه البنات، وقفت على هضرتكم وفريمون كياكل بزاف. ما غادي نشوفوا من بعد شحال يخرج، مي بون جو سو سيغ تخرج على الاقل 1 مليون نص على الاقل، الا ما وصلت 2 مليون في 3 شهور. فريمون قاصحه بزاف باش تخلصي غير الضو بلا كريا بلا والو، غير الضو 3 شهور تخلصي 1.5 مليون راه صعيبه بزاف، مي بون غادي نشوفوا حيت قاصحه. كنقول لكم شكرا مره اخرى حيت علمتوني، وكنا نقولوا ما غاديش تقدر توصل كاع لهاد الدرجه زعما فهمتوا عادي، مي فريمون الشوفاج هادو سورتو هادو اللي دايرين حنايا كياكلوا بزاف. كاين واحد السيستم اللي قالوا كياكل مون شيخ يقد العام الجاي ان شاء الله، ماما هنا حد العام غادي نسلكوا بهذا، غادي نحاولوا اننا نديروا ليكونومي الاقتصاد، مي غادي نشوفوا نبدلوه حيت غالي بزاف ما يمكنش، داكشي كاع اللي غادي تجمعيه غادي تاكليه يعني بزاف وعلى الضو فهمتوا. بون هادشي اللي كنت بغيت نهضر معاكم هنايا. ودابا شهيت شي كيكه بالشوكولا، شهيت شي كيكه بالشوكولا وفيها لا كريم لداخل، غادي نوضو نديروها بجوج بينا بجوج بينا نوضو نديروها مجموعين. يلا 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 توكلنا على الله، نمشيو نديرو شي كيكه. صراحه شهيت شي كيكه بالشوكولا وبلا كريم اون بلوس. انا اختي جينا للكوزينه، جينا ندير شي كيكه، الله داكشي اللي والله تشهيتها بزاف، وغادي نديرها بالماسكاربون. المهم غادي نديرها في هذا المول هذا مربع، المهم درت له الكاغط. بالنسبه للبنات اللي سولوني على هذه راه ما شفتوش الفيديو، راه كاينين في ايكيا كيديروا 15 اورو، سينو كاينين في لافواغ فوي، كاينين في غير هما ماشي كبار كما هذه، هذه فريمون كبيره. اللي كاينين في لي ماغازان اخرى كاينه في جيفي كاينين، المهم باغتو غير هما كيكونوا شويه صغارين عليهم، كاينين ب 9 اورو 10 اورو، وهذه نتا ايكيا كبيره راكم شفتوا فين كتوصل حتى للبوطه اللي هات، وكتسوى 15 اورو. المهم بالنسبه للكيك نتاع الشوكولا غادي نحتاجو 3 نتاع البيضات، كاس نتاع الزيت، كاس نتاع سنيده، كاس نتاع حليب، وواحد دانون شوكولا. الا ما عندكمش تقدروا تذوبوا غير الشوكولا وديروها، ولا مع لا كريم ولا تقدروا، المهم المهم دانون شوكولا ما بغيتو ايفيتيوه ايفيتيوه، الا ما عندكم ماشي مشكل غتكتفيو بالكاكاو. نجيب الكاكاو، قلت لكم تكتفيو بالكاكاو الا ما عندكمش هذا دانون شوكولا. فاني وخمارة نتا 15 غرام، ولافارين على حساب الخليط. فوالا نبداو بسم الله على بركة الله، نديرو 3 نتاع البيضات بسم الله.
فهو دايا البنات من بعد ما طاب انا غنحاول انني ندير له بحال هكايا وباينه هشيش فريمون كندخل فيه الموس كيدخل باينه هشيش صراحه غنحاول انني ندير له بحال هكايا وندير له شويه الحليب نسقيه شويه بالحليب باش يدخل له الحليب نشرب شويه الحليب هكا باش يرطب نتوما تقدروا كاع تحيدوا له هاد البارت الفوقانيه بحال هكايا باش هكا يدخل الحليب ماشي مشكل هكا يشرب الحليب مزيان كما شفتوا فوالا تقدروا ديروا السيرو السكر والماء والاخر انا درت غير هذا درت غير الحليب غادي ناخذ لاكريم هذه اللي فيها 30% غادي ندير بها شويه ما غاديش نكثر بزاف نتاع لاكريم حيت غادي ندير من الفوق الشوكولا ناخذ بحال هكايا ناخذ الماسكاربون المهم انا جالسه كنخدم لكم دابا المونتاج البنات كنزرب عليه باش غادي نحط لكم ان شاء الله هذا النهار الا برتات الكيكه وغنوريها لكم ما بغيتوش تشوفوها في فيديو جاي ان شاء الله فصافي غادي نشارككم معكم ونشوفوا لا رياكشن تاع فوت واش غتعجبو ولا لا صافي يلا انا نخليكم دابا نكمل المونتاج ونتلاقاو في نوفقاش فيديو جاي ان شاء الله تهلاو فراسكم وحماق عليكم كوكو بيسو.